لغاية الدوري العادي تم، وبعد تالي طبعا انتقلت سنة تانية لي وفريق لوس أنجلوس اللي ممكن عشت فيها. من الأسماء أطرع اللي لعب معها محمد في أمريكا، الأسماء المعروفة كفف حتى الفريق ضدها ومعك، حتى ضدها ديفيد فيا، لعبنا ديفيد فيا، إبراهيموفيتش، لعبت طبعا مع كارلوس فيلا بتاع المكسيك، لعب معي في الفريق سنتين في لوس أنجلوس، لعبت ضد ناني، إبراهيموفيتش، روني، وين روني، في لاعبين شو اسمه بتاع المكسيك الوسط خوت هما كان يلعب في ريال، نسيت اسمه الحق، كان عنده كان في مجموعه كبيره هلبة اللي هي فرقه معي هلبة يعني ما تشوف العالي طبعا شوف الدوري متاعهم احنا غير ما نتبعوش، لكن الليفل متاعهم يعني هاي بجديات غريب عالي بدات انه دليل المنتخب المنتخب وين نقول لك اللي قوى دوريهم واللي خلى عنده الشيء هذا اللي يخلي يعني يجيب يجذب الناس، يعني نقول لك حتى الاسماء الكبيره في ناس راح تجيب اقل فلوس من اوروبا